في خرجة غير متوقعة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا تضع المنتخب الوطني الجزائري في موقف صعب، والذي يؤكد أن قضية الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد انتهت بالنسبة للجنة التحكيم الدولية منذ فترة طويلة. ولكن بالنسبة لنا وبعد تصريحات عدة صحفيين، كفؤاد اسماعيل والمكلف بالإعلام والاتصال لدى الاتحاد الجزائري صالح بيعبود وتصريحات جمال بالماضي، فإن الأمل لا يزال قائما. ورفعت الفاف شكوى ضد الحكم قاسما بعدما تلاعب بنتيجة المباراة التي شهدت تحكيما كارثي من قاسما المرتشي. ونشر الموقع الرسمي للفيفا رسالة أمس يقوم فيها بتهنئة الفرق الـ32 منتخب الذين تأهلوا إلى مونديال قطر، وعلى رأسهم المنتخب الكاميروني الذي تفوق على محارب الصحراء بمساعدة الحكم الغامبي قاسما، والذي تبتت أدلة ضده بعد تكليف الشركة المختصة التي أثبتت ذلك في 10 صفحات، والتي تكلم عنها الناخب الوطني بالماضي، والذي قال أنه يملك هذا الملف وسينشره في يوم من الأيام، ولكن الفيفا لم تتحرك في هذه القضية. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.